عايزه اتكلم معاكم على الجانب الخاص بمباراه النادي الاهلي وفريق بيراميدز بالامس. لما بنتكلم عن الممشى السياحي داخل مدينه العالمين، هو اطول ممشى سياحي، والحقيقه انه كل الناس بتجيله من كل مكان، مش بس الممشى السياحي علشان تكون متواجد اخر الممشى السياحي كده، بتلاقي المنطقه اللي متواجد فيها النافوره دي فيها شاشه او شاشه عرض كبيره جدا، بتقدروا ان انتم من خلالها تتابعوا كل الحفلات داخل اليو ارينا، وكمان تتابعوا كل المباريات والاحداث الرياضيه والترفيهيه على مدار المهرجان. شفنا واستمتعنا امبارح طبعا بمباراة النادي الاهلي وفريق بيراميدز، اللي شفنا المشجعين في كل مكان في نفس التوقيت، بيكون عندك يعني جولة فنية، انت بتشوف مباراة فنية ومباراة رياضية، الكينج محمد منير بيغني، وايضا الاستعداد في نفس التوقيت، والمباراة بتتلعب ما بين النادي الاهلي وبيراميدز. كل عشاق الرياضة والفن في كل مكان يجتمعون هنا في مدينة العالمين الجديدة. اللي انت بتحبه هتلاقيه، هتلاقي الشيء اللي انت عايز تستمتع بيه. شفنا طبعا المباراه اللي كان فيها شد وجذب كبير جدا ما بين النادي الاهلي وفريق بيراميدز، وقدر يفوز بيها النادي الاهلي بنتيجه 3 أهداف مقابل هدفين لفريق بيراميدز. بنبارك للنادي الاهلي لان المباراه دي كانت بمثابه زي ما بنقول كده تحديد مصير الدوري. ولما اتكلمنا عن المباراه دي والاستعدادات ليها ما قبل المباراه، الكل كان حاطط ايده على قلبه زي ما بنقول، لانها كانت مباراه الكل متخوف منها بتفاصيلها. البعض قال هتخرج بتعادل، البعض قال ان المباراه دي هتنتهي بفوز فريق منهم، ولكن شفنا قد ايه كلا المديرين الفنيين كان عندهم شغف كبير جدا ان هم يفوزوا بالمباراه. مستر مارسيل كولر قدر يدير المباراه بشكل رائع جدا، شفنا طبعا الهدف الاول عن طريق وسام ابو علي، الهدف الثاني ايضا عن طريق فيستن مايلي، وايضا بعدها شفنا وسام ابو علي من ضربه جزاء بيحرز الهدف الثاني، وبشوفنا بعدها احمد سامي بيحرز الهدف الثاني لفريق بيراميدز، والناس افتكرت ان المباراه خلصت او انتهت بالتعادل بنتيجه 2، ولكن البديل محمد مجدي قفشه بينزل يغير الدنيا كلها، وبعد 5 دقائق من نزوله بيحرز الهدف الثالث وهدف الفوز للنادي الاهلي. بنبارك للنادي الاهلي مره ثانيه.